إليك يا رب هكفك على غفرانك وعلى رعايتك. افضلت للوقت وطوعت جوه طريقك، ويكون قلبي بيرنم لك طول العمر أمجد اسمك. أغلى ما عندي بقدم لك لما أجيلك وأفضل بيقدم لك. مين اللي بيقدم لك؟ انا اللي كاتب اصلا. اغلى ما عندي بقدم لك لما اجيلك، انا اللي كاتب السطرين الاخرى دول. دايما لقيت كل واحد حاططها بطريقه، يعني دي اقلهم خطا ان في حرف واحد خطا، في ناس كاتبه حاجات تانية. سيدنا كان سايب اخر سطرين دول ما كتبهم. أغلى ما عندي بقدم لك لما أجي لك وأفضل أحكي لك. بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. عايز تاخد ده مني؟ كويس كده؟ يا ترى كده مين؟ كده مش هيسجل. حاضر، زي ما انتوا عايزين. ووطي كده كويس. بسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد، امين. هو الطبيعي ان انا لو عليت، لو هما علوا شويه هيصفر لان انا ورايا السماعات، فالوضع بتاع السماعات مش متناسق مع اللي هيقف. في ايه جميله قالها معلمنا بولس الرسول في رساله تيموثاوس الثانية، الإصحاح الثالث، بيقول إيه؟ مكونة من 4 فقرات. وأما أنت فاستيقظ في كل شيء، اقبل الآلام، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك. تاني، أما أنت فاستيقظ في كل شيء، اقبل الآلام، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك. احنا هناخد أول جملة منها، أما أنت فاستيقظ في كل شيء. خليك مصحصح عشان احنا موضوعنا عن الخادم اليقظ. الشاهد تيموثاوس الثانية، هقول انتوا عارفين طبعا ان دي بتتقرا كتير قوي في كل تذكارات البطاركه. تيموثاوس الثانيه الاصحاح الرابع ايه 5، في النص البيروتي بيقول فصحوا في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك. انا بقول النص بتاع القطامارس.
أما أنت فاستيقظ في كل شيء، اقبل الآلام، اعمل عمل المبشر، تمم إيه؟ خدمة. مهم أن الإنسان اللي حاطط إيده على المحراث مع السيد المسيح يكون دايماً مصحصح وباصص لقدام. طب باصص على إيه؟ متيقظ لإيه؟ زي ما بيقول السيد المسيح كتير، اسهروا اسهروا اسهروا، ما أقوله لكم أقوله للجميع، اسهروا. فالسهر معناه أن الإنسان في حالة يقظة باستمرار، سهران على روحه، سهران متيقظ. سهران على إيه يا ترى؟ أنا عدت أفكر كده لقيت أن على الأقل في 7 حاجات لازم نكون سهرانين عليها. أول حاجة مصحصحين لها وسهرانين عليها هي الهدف. الهدف ما يضيعش مننا أبدا. الهدف، هدف الإنسان المسيحي هو الدخول في شركة مع الله، أو زي ما بنقول هدفه السماء، هدفه الحياة الأبدية، هدفه الملكوت، هدفه عشرته مع المسيح، هدفه أنه هو يعمق شركته مع الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، هدف أنه هو سفير للمسيح عايز يمجد اسمه على الأرض. الهدف، أنا دخلت الخدمة عشان اشتغل خدام عند المسيح، الهدف ده لسه موجود ولا ممكن مع مرور الوقت يبقى بشتغل لحساب حاجات تانية، لحساب ذاتي، لحساب مصالح معينة، لحساب أمور مادية؟ الهدف ده أول حاجة لازم نكون سهرانين عليها، لازم نكون متيقظين الهدف ما يروحش مننا. ناس كتير بدأت بالروح وكملت بالجسد، ناس كتير بدأت وخرجت في طريق ربنا وما كملتش السكة للآخر. مش كل اللي بيبتدي بيوصل، لأن الهدف مش واضح. انتوا فاكرين شعب إسرائيل اللي هو النموذج المحطوط قدام كل واحد؟ كان كل شوية يقول لك نرجع مصر. فين الهدف؟ انتوا طالعين ليه؟ مع انهم كانوا بيئنوا في العبودية وربنا اشفق عليهم، لكن كل شوية يدوروا وشهم ورا ويقولوا مش مصر كان احسن؟ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا، بيأكلوا عيش على الريحة يعني، عيش حاف. ومرة يقولوا البصل والكرات، ومرة يقولوا نروح ندفن في مصر أحسن. ودايما كان الهدف مش واضح قدام عينيهم، حتى بعد ما وصلوا على مشارف أرض الموعد وربنا حب يشوقهم كده، فخلى موسى بعت 12 واحد يستكشفوا وجابوا لهم من ثمر الأرض حاجة تشوقهم علشان يبتدوا يتحركوا. أبدا، قالوا لا ده ناس عمالقة وإحنا مش هنقدر عليهم، يا الأرض كويسة لكن إحنا مش هنقدر. مش هنقدر إزاي؟ وفين إيمانكم؟ فين الهدف اللي المفروض أنتوا طالعين علشان؟ هكذا الخادم لازم يكون هدفه واضح باستمرار، وكل شوية يراجع نفسه، أنا اتصرفت كده ليه؟ أحسن أكون هدفي انحرف. الهدف لازم نكون سهرانين على الهدف، حاطينه قدام عينينا باستمرار ومسكين فيه باستمرار وبنشوق نفسنا ليه باستمرار، ظابطين نفسنا. ينبغي أن ذلك يزيد وإني أنا أنقص. أنا داخل مش عشان أزيد، لو لقيت نفسي بميل ناحية أن أنا عايز أزيد الله والهدف انحرف. الهدف أن أنا أمجد ربنا، مش الهدف أن أنا أزيد. أنا داخل عشان أنقص، ولما أنقص المسيح يزيد في حياتي ويشتغل في حياتي وهو اللي يتنجد. الهدف دي أول حاجة لازم نكون سهرانين عليها ومتيقظين ليها، الهدف. تاني حاجة مهم قوي نبقى سهرانين ومتيقظين لنقاوة قلبنا، لأن بدون نقاوة القلب مش ممكن الإنسان يعاين الله. فلازم الإنسان يكون حريص وسهران على نقاوة قلبه، ما يدخلش فيه فكر كبرياء، ما يدخلش فيه فكر شهوة، ما يدخلش فيه فكر طمع، ما يدخلش فيه فكر كراهية أو غيرة مرة،
كل الحاجات دي بتلوث القلب وتنجس القلب. فاحنا محتاجين باستمرار يكون هدفنا واضح، ان قلبنا لازم يكون نقي ونحافظ عليه نقي. عشان كده لازم نكون محاسبين، بنحاسب نفسنا باستمرار ومصحصحين لنقاوة قلبنا. متدخلش فكرة غلط، ممكن الفكرة الغلط عن حد تتحول بعد كده لإدانة، وتتحول بعد كده لكراهية. فاحنا محتاجين دايما نبقى سهرانين على نقاوة قلبنا. ونقاوة القلب تيجي لما الإنسان يكون سهران على تنفيذ الوصية، مصحصح لتنفيذ الوصية في حياته، لأن الوصية هي اللي بتساعده على تنقية قلبه. والشبع من كلمة ربنا هو اللي بينقي القلب. أنتم أنقياء لسبب الإيه؟ الكلام الذي كلمتكم به. فأنا سهران على تنفيذ الوصية في حياتي. هل سلوكي ده بحسب الوصية ولا لا؟ أبقى مصحصح، مش بمشي زي ما أي حد كده رايح في أي اتجاه وبمشي وراء أي طيار. لا، بمشي بحسب الإنجيل، على رأي أنبا أنطونيوس لما بيقول اجعل لك شاهدا من الكتاب المقدس على كل خطوة تخطوها. يبقى في شاهد أنا بمشي عليه، في آية أنا ماشي عليه، عشان كده أنا جاي هنا النهاردة. آية بتتكلم عن روح الواحد، آية بتتكلم عن محبة، آية بتتكلم على أعكوف ما على كل ما هو للسلام وما هو للبنيان إلى آخر. يبقى دي نمرة اتنين، إن أنا سهران على نقاوة قلبي من خلال محاسبتي النفسي، من خلال حرصي على عدم دخول أفكار غريبة، من خلال تنفيذ الوصية الإنجيل في حياتي، والشبع من وصية الإنجيل ينتنقي لي قلبي. ثالث حاجة لازم نكون حريصين إن إحنا نبقى سهرانين عليها هي ثياب العرس. ثياب العرس، نبقى حريصين على ثياب العرس اللي إحنا خدناها، مصحصحين لألا تتلوث، لألا تسرق مننا. اللي ورا سامعين؟ سامعين اللي ورا؟ في ناس مش مقدرة قيمة ثياب العرس، تبص تلاقيهم مش حاسين ان دي الحاجة اللي هيقدروا يدخلوا بيها للعرس. طبعا احنا خدنا ثياب العرس لما تعمدنا، انتم الذين اعتمدتم للمسيح قد ايه؟ لبستم المسيح. فاحنا خدنا ثوب بر المسيح، خدنا ثياب العرس بالمعمودية. لكن في ناس ما بتحفظش ثيابها، تسرق، زي ما كتب في سفر الرؤيا طوبى لمن يسهر ويحفظ ايه؟ ثيابه. طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيرى خزي عريته. ده اتسرق. في ناس بتتسرق طهارتهم، في ناس بتتسرق محبتهم، في ناس بتتسرق بيتسرق ايمانهم. احنا محتاجين نبقى سهرانين على ثياب العرس، اللي من غيرها هنطرد خارجا. وكلكم عارفين المثل بتاع العرس اللي صنع عرسا لابنه ودعا مدعوين، اعتذر وجاب ناس، فتح الابواب لكل الناس، وبعدين لقى واحد ليس عليه ثياب العرس، قال له ازاي دخلت؟ ازاي؟ لازم اللي يدخل يكون عليه ثياب العرس. إذن يبقى لازم نكون سهرانين على ثياب العرس، محافظين على نقاوتها. هي دي اللي هنقابل بيها المسيح. وكلكم فاكرين في رؤيا 7 بيوصف المنظر الجميل بتاع الشعوب اللي جاية من كل مكان ومن كل قبيلة ومن كل لسان، ومسكين في ايديهم سعف النخل ولابسين ثياب بيضاء، وبيهتفوا وبيمجدوا ربنا. فالملاك اللي بيوري يوحنا بيقول له مين دول؟ قال له انا عارف، ده أنت اللي تقول لي. قال له هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. ثياب العرس دي ممكن وارد إن هي تتلوث، لكن باستمرار بتتغسل وبتتبيض بدم المسيح. فثياب العرس دي حاجة لازم نكون متيقظين ليها، صحصحين ليها. ثياب العرس فيها الإيمان بتاعنا، فيها بر المسيح اللي احنا بنكتسي بيه مش بر ذاتي، فيها نقاوة حياتنا وسلوكنا. ثياب العرس اللي هنتزف بيها للمسيح،
مش ممكن ابدا نستهين بان هي تتوسخ. ساعات ناس بستغرب يعني لما يعني يكون في حياتهم سامحين للخطيه تلوث ثيابهم، حتى لما يروحوا يعترفوا ويتوس لهم بيقولوا يعني هو في خطايا العاديه، يعني زي مثلا عروسه لابسه فستان جميل جدا ناصع البياض وبعدين اتبقع، فعماله بتقول معلش دي البقع العاديه، يعني ازاي يبقى في بقع في ثياب العرس؟ ما ينفعش، مش حاجه اسمها البقع العاديه، لازم نكون سهرانين على ثياب العرس. يبقى نمره واحد سهرانين على الهدف، نمره اتنين سهرانين على نقاوه القلب، نمره ثلاثه سهرانين على ثياب العرس، نمره اربعه سهرانين ومتيقظين للوزنات والمسؤوليات بتاعتنا، سهرانين على وزناتنا بنتاجر فيها، وزناتنا اللي هي مواهبنا امكانياتنا وقتنا صحتنا كل امكانياتنا سهرانين عليها بنشتغل فيها مش ركننها. في ناس بعيد عننا عاملين زي الراجل اللي دفن وزنته، طب انت مشغول في ايه يا عم انت؟ انا مشغول في السيد ده اللي بيحصد حيث لم يزرع، وانت مالك؟ ما تشوف وزنتك، ده هو عارف على قدر طاقتك انك مش هتعرف تتاجر غير بوزنه فاعطيك وزنه، انت مالك بيه؟ ما تسهر على شغلك بس، نبص للناس وندينهم، وفي ناس بتبص كمان توصل انها بتتجرأ وتدين ربنا مش عارف يشوف شغله اصلا. طب انت شايف شغلك؟ لازم الواحد يكون عينه على شغله بيشتغل فيه، وزناته اللي ربنا عطاها له ومسؤولياته اللي ربنا كلفه بيها. كل خادم مسؤول اولا عن نفسه وعن وزناته ازاي يتاجر بيها، ومواهبه ووقته وامكانياته، عقله اللي هو اعظم وزنه ربنا عطاها لنا كلنا، هل بيشتغل بيها وبيتاجر بيها وبيغذي هذه الوزنه؟ بيغذيها بالفكر الالهي وبالثقافه وبالعلم وبالفكر الروحي وبالخبرات الروحيه، بيغذي الوزنه دي، بيغذيها وبينميها وبيتاجر بيها، ولا هي مجرد هي وزنه مركونه قاعدين عمالين فاتحينها وعاء كده بنستقبل، قاعدين زي ما في ناس يعني مش احنا قاعده بس مجرد بتتلقى من العالم ومن التلفزيون ومن وسائل الاعلام، والمخ ده ما بيشتغلش خالص، وزنه هامه جدا. يبقى لازم نكون سهرانين على وزناتنا وعلى مسؤولياتنا. مسؤولياتنا دي بقى اللي هي كل واحد حسب الدواير بتاعته، الدايره الضيقه بتاعته اللي هو نفسه، وبعد كده اسرته، وبعد كده المحيطين بيه، اذا كان بدا يستلم مسؤوليه في الكنيسه او استلم مسؤوليه اكبر، كل حاجه سيعطي عنها حسابا، لازم يكون سهران عليها. تبارى النهارده في الاصحاح المشهور بتاع حزقيال 34، لعلكم طبعا قريتوه وحافظينه، بيقول ويل للرعاة اللي هم بدل ما يرعوا الخراف راعي بيرعوا انفسهم، والضال لم يطلبوه، والمطرود لم يستردوه، والمكسور لم يجبروه، والمجروح لم يعصبوه، وبياكلوا الشحم وبيتمتعوا بالسمين وبيلبسوا وبينبسطوا ومش شايفين مسؤوليتهم. فتشتتت غنمي وصارت مأكلا لوحش الحقل، وليس من يسأل ولا من يطلب. ناس مش دريانة بمسؤولياتها اللي هتقدم عنها حساب. لازم الخادم يكون يقظ ومصحصح لمسؤولياته. إذا هو ما افتقدش ولاده الذئب يفتقده، إذا هو ما اهتمش برعيته هتتشتت وتضل وتهلك ومن أيدينا يطلب دمها. عشان كده لازم الإنسان يكون مصحصح بيتاجر بوزناته وبيهتم بمسؤولياته وعينه مصحصحة على الدايرة بتاعته وعلى الخدمة اللي أخدها من ربنا يسوع. زي ما معلمنا بولس الرسول بيقول كده في
في العظة بتاعته المشهورة في أعمال الرسل 20، إنه خليكم مصحصحين ومن الذئاب الخاطفة تبقوا منتبهين، لأن في ذئاب لا تشفق على الرعية، فأنتوا خليكم دايما مصحصحين للذئاب دي علشان ما تخطفش حد. يبقى احنا محتاجين باستمرار نكون مصحصحين ومتيقظين لوزنتنا بنتجر بيها، لمسؤولياتنا بنهتم بيها. دي نمرة كام؟ أربعة. نمرة خمسة، إن احنا لازم نكون متيقظين وسهرانين على حراسة أبواب حياتنا، حواس والفكر، حراسة الأبواب حاجة مهمة يعني؟ طبعا طبعا. الإنسان عارف ممكن يكون نقطة الضعف في حياته إيه، لازم يكون مصحصح لها. قد يكون نقطة الضعف صديق، قد يكون نقطة الضعف حاجة بشوفها أو مكان بروحه، قد يكون نقطة الضعف حاسة من حواسي. يبقى لازم أكون مصحصح لحراسة أبواب حياتي. كلنا عارفين إن دي حاجة هامة جدا في الجهاد الروحي. قديس ماري إسحاق يقول إن لو إحنا حطينا كل جهاد الإنسان من صوم وصلوات ومطانيات ونسك في كفة، وحطينا حفظ أبواب الحواس في كفة، الكفة التانية ترجح، توفر علينا مجهود كبير جدا جدا. لكن الإنسان لو بيتغذى بالنعمة بس في عنده أبواب مفتوحة بتدخل منها الخطية وبتستهلك منها أو بتستنفذ منها النعم. فإحنا محتاجين يكون باستمرار سهرانين على حواسنا، سهرانين على أبواب حياتنا ومنافذ حياتنا، ما يكونش في منفذ يدخل عدو الخير. تعرفين طبعا أن أي منفذ صغير في مركب أو سفينة يهلك السفينة. إحنا محتاجين دائما نكون سهرانين، ما يكونش العدو الخير موطئ قدم ولا منفذ ولا ثغرة صغيرة في حياتنا. ومحدش يستهين بالثغرات الصغيرة ولا بالثعالب الصغيرة. الثغرة الصغيرة دي ممكن تغرق الإنسان كله، ودي حاجة ما فيهاش يعني شوية كده وشوية كده، ما فيهاش. لازم يكون الإنسان مصحصح جدا وبيدقق مع نفسه، اسلكه بتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء. يبقى دي حاجة مهمة قوي نبقى مصحصحين ليها ومتيقظين ليها، حفظ أبواب حياتنا، أبواب الحواس والفكر، لازم نكون مصحصحين ليها جدا. دي نمرة كام؟ خمسة. يبقى نمرة واحد سهرانين على الهدف، نمرة اثنين سهرانين على نقاوة القلب، نمرة ثلاثة سهرانين على ثياب العرس، نمرة أربعة على الوزنات والمسؤوليات، نمرة خمسة سهرانين على حفظ أبواب الحواس والفكر، حارسين الأبواب. نمرة ستة، دي نقطة جميلة ومهمة، سهرانين على روح التوبة في حياتنا. روح التوبة يبقى متيقظ باستمرار، تبقى التوبة فينا حية باستمرار، حية. التوبة الميتة يعني إنسان عارف الصح من الغلط لكن ما عندوش قوة حياة تغلب. التوبة الحية يعني إنسان بيصلي ومواظب على الصلاة، إنسان مواظب على الصلاة ومدقق في حياته، تلاقي دايما مصحصح. ودي إحنا كلنا بنختبرها، لو في يوم فات مننا إن إحنا ندي بكوره لربنا في صلاة بكر، ممكن تلاقي الإنسان في اليوم ده حاجات كتير عمالة تفلت منه، وفي شوية لخبطة، مش عارف يوزن نفسه، في حاجات فاتت منه كتير مش مصحصح ليها ومش قادر يدقق، لأن اليوم مفهوش نعمة زي كل يوم. في حين أن اليوم اللي بيتحط في إيدين ربنا باستمرار، والصلاة بتاعته مش بس صلاة باكر، لا صلاة ممتدة طول الوقت، في صلة باستمرار مع المسيح طول اليوم، تلاقي الإنسان التوبة فيه حية، رفض الخطية فيه حي كده، ما تتعرض الخطية تلاقي على طول لمبة الحمراء نورت، ورفض كامل للخطية بكل صورها. في تدقيق في الفكر وفي الكلام وفي التصرف، في روح التوبة حية.
احنا محتاجين باستمرار نكون في حالة صلاة علشان روح التوبة تبقى حية ما تموتش فينا. الإنسان اللي مجرد عنده شوية معلومات لكن مفيش نعمة متدفقة في حياته، توصل تلاقي روح التوبة ضعف في حياته، توصل تلاقي بدأ يعني كان بيحاسب في كلامه زمان، ماله الأيام دي كده بيتجرأ ويقول كلام وحش ويتطاول ويتصرف بشكل مش هو الطبيعي. روح التوبة، فقد روح التوبة، فقد روح اليقظة. التوبة حتى هي معناها كده، معناها أن الواحد ينتبه، يثوب إلى رشده، يعني ينتبه يتيقظ. فقد دي، فبدأ يلخبط ويقول أنا مش هممني بقى خلاص، ما أنا الواحد لازم بقى ويفتكر كده أنه يعني كده يعني هو كان يعني متساهل ودلوقتي بقى يعني أخذ الموضوع جد. الشيطان يقعد يصور له يقول له لا، وانت بقى تفوت لهم كتير، هتفوت لحد انت، لازم توريهم العين الحمراء. الشيطان بيلعب بيه. ده فقد روح الخشوع وروح التوبة وروح الانتباه، وبدأت الأخطاء تتوالى بقى، أخطاء بالفكر وأخطاء باللسان، وممكن يبتدي يخسر ناس، وممكن يبتدي حياته تتلوث ويقول مش مهم، ما هنعمل ايه؟ ايه ده؟ ده انت طول عمرك حريص، طول عمرك وديع، طول عمرك حاطط وصية ربنا فوق راسك وعلى عينيك، وتقول لا وصية ربنا أهم من أي حاجة، وأنا من أجل المسيح هستحمل، وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. هتلاقي روح التوبة حية فيه. مش عايزين أبدا روح التوبة ده يضعف فينا، ولا نسيبه يضعف ولا يموت. عايزين دايما مصحصحين لروح التوبة، وروح التوبة يتقوى بالمواظبة على الصبر. التوبة الحية تساوي المواظبة على الصلاة. مواظبة على الصلاة تخلي دايما التوبة حية فينا، ودايما الخطية المحيطة بينا اللي بتتعرض علينا مش لاقية منفذ ومرفوضة شكلا وموضوعا، مهما كانت الظروف، مهما كانت المبررات، الخطية مرفوضة شكلا وموضوعا، لأن التوبة حية تلفظ الخطية وتطردها أول بأول، ما بتديهاش مكان. احنا محتاجين، دي نمرة 6، محتاجين دايما نبقى سهرانين على روح التوبة في حياتنا، تتمثل في المواظبة على الصلاة والتدقيق في حياتنا الروحية، دايما مدققين، نوزن كده وننقي الكلمة قبل ما نطلعها. الحاجة السابعة اللي احنا محتاجين نكون سهرانين عليها، نقاوة الإيمان والتعليم. لازم نكون مصحصحين احنا كخدام، والمفروض ان احنا قادة، ورانا قطيع كبير جدا، لازم نكون متيقظين لنقاوة التعليم ونقاوة الإيمان، سهرانين على الإيمان بتاعنا، بندخل لعمقه نفهمه ونعيشه ونسلمه، سهرانين على البحث والتنقيب في كنوز الكنيسة وفي أقوال الآباء وفي دراستهم، سهرانين على الكتاب المقدس بتاعنا، ندخل فيه للعمق، وفيه شبع وفيه غنى لا يستقصى، بس اللي ياخد ويغرف على قد ما يقدر يغرف. سهرانين ان احنا نشبع من التعليم الروحي ونحافظ على نقاوة التعليم، زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته لتيتوس الإصحاح الثاني، قال له كده، قال له مش بس مقدما نفسك في كل شيء قدوة للأعمال الحسنة، قال له كمان ومقدما في التعليم نقاوة ووقارا وإخلاصا، نقاوة ووقارا وإخلاصا وكلاما صحيحا غير ملوم. نقاوة التعليم لازم يكون نقي، مش أي كلمة من هنا على أي طريقة من هنا على أي أسلوب من هنا على أي فكرة من هنا، لازم نكون فاهمين الفكر الأرثوذكسي السليم في كل حاجة، فنسلم تعليم نقي.
مقدما في التعليم نقاوة ووقارا، كلام ربنا ما ينفعش يكون بشكل هزلي أو ووقارا وإخلاصا، تبقى عايشه وبتنقله، وكلاما صحيحا غير ملوم. ما ينفعش يبقى بندخل ده مع ده، أسلوب العالم مع أسلوب روحي، ما ينفعش. لازم يكون كلاما صحيحا غير ملوم. ولما الإنسان يقدم كده يكون كمان مسؤول عن مناخ الكنيسة، إنه ما يكونش فيه تعليم غريب. يعني الحاجات اللي أنا دايما بتكلم فيها وبحذر منها، الروح الخمسينية مثلا اللي موجودة حاليا في كتير من القنوات الفضائية، وبالذات مثلا قناة الحياة مع الحاجات التانية اللي شبيهة ليها، يعني زي معجزة وزي الشفاء وزي الحاجات. لازم نبقى فاهمين يعني الحركة الخمسينية دي نشأت ازاي ومشيت ازاي، ايه السمات بتاعتها عشان ما تدخلش عندنا الكنيسة. ليهم سمات كده، يضغطوا على الناس، يهتموا بالمظاهر، يقعدوا يكرروا الكلام، يتشنجوا في كلامهم، يحبوا قوي المعجزات والبروباغندا. طريقتهم ان عايزينك تبتدي بأي وسيلة. طب ما احنا بدأنا. لا، انت لازم تبتدي وكأن البداية هي النهاية. يركزوا كل تركيزهم على نقطة البداية. تقبل المسيح؟ يلا دلوقتي صلي معايا. تقبل المسيح؟ مبروك عليك الخلاص. احنا كخدام ارثوذكس لازم نكون فاهمين واعين ان ده دي طريقة غير مسيحية، مش بس طريقة غير ارثوذكسية. شفتوا السيد المسيح ابدا في وقت من الاوقات كان بيضغط على الناس ولا بيقول لهم قولوا معايا دلوقتي؟ كانت طريقة وعظه كلها هدوء، ويعرض كل حاجة بأسلوب هادي بدون ضغط على أعصاب الناس. هو يقول من يريد أن يقبل فليقبل، ويأخذهم واحدة واحدة، يكلمهم بأمثال، ويحكي معاهم ويتحنن عليهم. طريقته لا فيها تشنج ولا فيها ضغط ولا فيها تكرار كلام ولا فيها حركات من اللي انتوا ساعات يعني لبعضكم شافها يعني في القنوات زي كده. احنا لازم نكون فاهمين ان التعليم الارثوذكسي له سمات، له سمات. دايما بيربط الايمان بالمعموديه، دايما بيتكلم على طريق مش على نقطه بدايه، لان نقطه البدايه مش هي ابدا نقطه النهايه. بيتكلم على طريق احنا ماشيين فيه ولازم نبقى سهرانين فيه ومتيقظين وحذرين عشان نوصل. دايما بيتكلم على مع الكتاب المقدس، شرح اباء الكنيسه والبعد الروحي والبعد التاريخي والبعد الكنسي. وايضا دايما مش ممكن ابدا واحد هيبقى مولود ويبقى ابن لله الا لو كانت في ام بتولده. انا علشان ابقى منسوب لابويا في ام ولدتني، انا ما اتنسبتش لابويا كده من الهوى. في ام بتولد، في حاجه اسمها الكنيسه. ما ينفعش واحد هيبقى ابن المسيح بدون ما تكون الكنيسة أم ليه، وهكذا. ودايما التركيز على الجهاد مع عمل النعمة، ما ينفعش ده لوحده، ما ينفعش ده لوحده. التعليم الأرثوذكسي له سمات وله معايير، عشان كده احنا ما بنتهمش حد ان ده يقول لك ده بروستانتي ولا ده كده جزافا. احنا عندنا معايير. التعليم الأرثوذكسي استوفى المعايير دي، التعليم اللي تقدم استوفى المعايير دي يبقى تعليم ارثوذكسي. ما استوفاش المعايير دي بينشن بس على نقطة البداية يقول لك ابتدي وخلاص وتبقى خلاص مبروك عليك. لا، ده ما ينفعناش ده. يبقى احنا لازم نكون سهرانين على نقاوة التعليم، سهرانين على سلامة التعليم والإيمان، سهرانين ان احنا نسلم ولادنا ونعلمهم ونسلمهم روح الجهاد بالاستعانة بالنعمة، مش الجهاد والاعتماد على الزراعة البشري فقط، لكن نعمة ربنا بتؤازر جهادنا زي ما بيتقال في اللاهوت الأرثوذكسي سينرجيا. يعني احنا الاثنين عاملين تآزر مع بعض، عاملين شركة مع بعض. نعمة ربنا بتسند إمكانياتنا البسيطة، بس بنقدم كل إمكانياتنا وطول حياتنا إلى النفس الأخير بنشتغل. فاحنا محتاجين باستمرار نكون سهرانين على نقاوة التعليم عشان ما تدخلش حاجة غلط، ما تدخلش فكر غريب عن روح الكنيسة
داخل الكنيسة. راجع معاكم السبع نقط وبعد كده هقول نقطة أخيرة نختم بها. خادم اليقظ لازم يكون استيقظ في كل شيء، معناها ان هو سهران على نمرة واحد هدف، نمرة اثنين نقاوة القلب، نمرة ثلاثة ثياب العرس، نمرة أربعة الوزنات اللي موجودة في حياته والمسؤوليات اللي ربنا كلفه بيها، نمرة خمسة حراسة أبواب الحواس والفكر، نمرة ستة روح التوبة، سهران على الروح التوبة في حالة صلاة وفي حالة تدقيق دايما في حياته، نمرة سبعة سهران على نقاوة التعليم وسلامة التعليم والعقيدة. عايز بس كمان أقول إن إحنا لازم نكون متيقظين لحاجة تانية. لو أنتوا فاكرين الآية اللي إحنا خدناها اللي هي تيموثاوس الثانية 4:5 بيقول استيقظ في كل شيء، اقبل الآلام، اعمل عمل مباشر تمام خدمتك، اقبل الآلام. لازم نكون متيقظين لخطة ربنا في حياتنا اللي ممكن يكون فيها طريق ضيق، ممكن يكون فيها صليب، ممكن يكون فيها بيفرغنا من إناء لإناء، دي مهمة قوي. لازم نكون متيقظين لتدابير الله الخلاصية في حياتنا، وكل موقف يحصل في حياتنا ما يكونش لينا يد فيه، بظروف خارجية، بأمور عارضة في حياتنا، بترتيبات بتحصل بتتعرض قدامنا وبندخل فيها، لازم نكون على اتصال بربنا ونقول له يا رب انت عايز تعلمني ايه، انت عايز تديني ايه، انت عايز توصل لي رسالة. اكيد حتى لو في حاجة فيها مرارة، حتى لو فيها ألم، انا متقبل يا رب منك، اكيد يا رب دي للخير، اكيد عايز تعلمني حاجة. وساعات الانسان يفهم في ساعتها وساعات يفهم بعد فترة، ما يجرش حاجة، لكن دايما يبقى متيقظ بيراقب عمل ربنا. عارفين زي الست العذراء بالظبط، الست العذراء بتحصل احداث رهيبه في حياتها وهي عيني لسه بنت صغيره 14-15 سنه، يجي لها ملاك ويقول لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله، قوه العلي تظللك. دي ما قالتش ليوسف، كتمت السر في قلبها وقالت له ليكن ليك قولك، وفضلت تراقب الأحداث وكأنها بتتفرج من بعيد مع أنها في قلب الأحداث، لكن فضلت تتفرج وتتعجب وربنا بيكشف لها بيكشف لها بيكشف لها. وبعد ساعة الولادة عمرها طبعا ما كانت تتوقع ان الولاده هتكون في المكان ده وبالصوره دي وبالصعوبات دي، ولكن ربنا راح بعت لها الرعاه في نفس الليله وبقت متعجبه وعمالين يحكوا عن الملائكه اللي شافوهم واللي لقوهم بيسبحوا والملاك اللي ظهر لهم وقال لكم قال لهم مريد لكم اليوم مخلص. هي طبعا فاهمه وعارفه، لكن يقول كده الكتاب في إنجيل لوقا وكانت مريم تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها، قاعدة عمالة تراقب شغل ربنا. طب إيه اللي هيحصل بعد كده يا ستي عذراء؟ لا مش عارفة، بس ما يعني ما يجراش حاجة، خطة ربنا بيشتغل فيها وأنا ليا الشرف إن أنا أكون فيها، لكن يعني انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل بعد كده. فجاه قم خد الصبيه وقوم واذهب الى ارض مصر، ده يعني مش رحله بسيطه، يعني مش من القاهره لاسكندريه يعني بعربيه مكيفه، ده السفر زمان في منتهى الصعوبه من ناحيه الاخطار ومن ناحيه المؤونه اللي تكون مع الناس في السفر، ورايحين بلد غريبه بتتكلم لغه غريبه، حاجات برضو مش حاجات تقليدية، ده شحططة وبهدلة ورموا نفسهم في المجهول، ده بلغة الناس، لكن بلغة تدابير ربنا نفسي في يديك كل حين، وبراقب عملك في حياتي
انت يا رب اللي سمحت ان انا احتك بفلان، وانت اللي سمحت ان انا اتقابل مع فلان، وانت يا رب اللي سمحت ان انا اتغرس في الكنيسه الفلانيه، وانت اللي سمحت ان انا اعيش في عصر فيه الاباء الفلانيين، وانت يا رب اللي سمحت ان انا اكون في المكان الفلاني وفي البلد الفلاني، وانت اللي اعطيتني الامكانيات دي، وانت اللي حطيتني في الظروف دي. كل ده اكيد يا رب انت ليك تدابير جميله في حياتي. لازم اكون متيقظ، مفيش حاجه بتحصل في حياتنا بشكل عشوائي او بصدفه ابدا. لازم اكون متيقظ وبتعلم وبقول له يا رب علمني ان اصنع مشيئتك، ماذا تريد يا رب ان افعل. انسان يبتدي يتيقظ ودايما يتامل في اعمال ربنا في حياته وفي الاحداث اللي بتحصل قدامه. طب ليه ربنا سمح ان انا تحصل حاجه زي كده قدامي ما كان ممكن ما اعرفش بيها؟ ليه ربنا سمح ان انا اتقابل مع المجموعه الحلوه دي؟ كده انا هستفاد حاجه. اكيد ربنا له تدابير جميله في حياتنا، لازم نكون متيقظين ليها. عايز كل تدابيره للخير، بنسميها تدابير خلاصيه، يعني كلها في خدمه خلاص نفسنا، كلها في خدمه خلاصنا وابديتنا وحياتنا الابديه. فالشاطر اللي دايما منتبه لتدابير ربنا في حياته، خدوه من الخدمه دي حطوه في الخدمه دي، مش يقعد بقى متضايق ومتزمر، وانا كنت هنا كويس، ايه اللي انا دي خدمه جديده عليا وما اعرفش فيها. لا، انا يا رب ما اعرفش، انت اللي بتدبر. اكيد يا رب انت عايز تديني خبره جديده، اكيد يا رب عايز تديني نعمه جديده، ما دام انت سلمتني مسؤوليه يبقى اكيد هتديني نعمه، ما تسيبنيش. والانسان يبتدي يصلي اكتر، زي ما قال في ارميا على مؤاب، هو كان بيوصف وصف سلبي الحقيقه، لكن يعني احنا ممكن ناخد منها تامل روحي لينا. بيقول لم يفرغ من اناء لاناء. يعني ايه يفرغ من اناء لاناء؟ يعني زي ما يكون في سائل فسهل التشكيل، ممكن تحطه في انبوبه، ممكن تحطه في حله، ممكن تحطه في كوبايه، ممكن تحطه في اناء كده بشكل معين، بيتشكل بحسب شكل الاناء. ربنا عايزنا كده، عايزنا نكون دايما سهل، يعني عند في سهوله في تشكيلنا، ما بنزرجنش معاه نقول له لا هي هنا واحنا لازم نفضل هنا. طب انت تفضل في القالب ده عمرك ما تكبر، لكن ربنا عايز يفرغك من القالب ده في قالب تاني اكثر اتساعا، عشان عايز يديك اكتر. ممكن يغير لك الشكل، ممكن يغير لك المكان، ممكن يغير لك الخدمه، وهكذا. يبقى احنا محتاجين نراقب ونبقى مصحصحين ومتيقظين لتدابير الله الجميله في حياتنا، عشان نتعلم نتفكر في قلبنا زي الست العذراء اللي كانت كل يوم ذهنها بيتسع لاسرار عمل الله وتدابير الله. احنا مش قلقانين من حاجه ابدا، نفوسنا بين ايديه. طريقته ان هو دايما ما بيديناش الخطه الكامله، بيدينا يوم بيوم، خطوه يوم بيوم، علشان نفضل متعلقين بيه بالايمان، ماشيين معاه متيقظين ومراقبينه واثقين ان هو قائد حياتنا، حتى ولو اختفى من قدام عينينا لكن صوته سامعينه، زي الخراف اللي بتسمع الصوت وبتمشي عليه، حتى لو احنا غير ناظرين الى الامور التي ترى، مش مهم دي وقتيه، لكن احنا ناظرين الى الامور التي لا ترى لانها ابديه، عايشين معاه بالايمان، متيقظين لعمله في حياتنا وتنبيهاته لينا وتوجيهاته لينا، علشان نفضل ملتزمين بطريقه ويكون لنا نصيب وميراث في ملكوته. ولربنا المجد الدائم الى الابد. اذا كان حد عنده سؤال او تعليق انا تحت امركم.